شهدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب الفعالية التي أقيمت ضمن المرحلة النهائية لتحدي ماستر كارد للشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي أقيم تحت شعار حلول مبتكرة للمستقبل. بهذه المناسبة قالت وزيرة التنمية المستدامة إن المبادرات المبتكرة توفر الفرصة لشباب البحرين لاقتراح تطبيقات وحلول عملية تركز على الشمول المالي باعتباره أداة رئيسية لبناء مستقبل أكثر استدامة، لافتة إلى أهمية التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتمكين المواهب الشابة وتشجيعهم على الابتكار، مؤكدة التزام وزارة التنمية المستدامة بتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في مملكة البحرين. وشهدت المرحلة النهائية من التحدي والتي أقيمت على هامش منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في مركز البحرين الدولي للمعارض استعراضا لخمسة حلول إبداعية تستهدف معالجة التحديات الملحة المرتبطة بالشمول المالي والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وقدمت الفرق الخمس المتأهلة حلولها المبتكرة أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى، واستندت عملية التقييم إلى معايير دقيقة شملت الابتكار ومدى قدرتها على إحداث تحول نوعي، إضافة إلى الجدوى والتأثير المتوقع ومدى توافق هذه الحلول مع أهداف التنمية المستدامة، حيث فاز مشروع حياة بالمركز الأول في التحدي. من أولويات وزارة التنمية المستدامة لهذا العام أن ندخل الأفراد اللي لهم علاقة في التنمية المستدامة غير عن بس القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن أيضا طلبة الجامعات والجامعات اللي موجودة في مملكة البحرين عشان نحصل أفضل طريقة أو عشان نسرع من هذه الجهود. بغينا أن الكل يكون متواجد، ولله الحمد بعد أشهر من طرح وإطلاق التحدي والأفكار اللي وصلتنا وصلنا إلى آخر خمسة أفكار لطلبة من مختلف جامعات البحرين، بعضهم كانوا أفراد وبعضهم كانوا في جروب مع بعض، والحمد لله تشوف الأفكار تنوعت بين أمور اللي تساعد الأفراد اللي مثلا ما عندهم قدرة إلى التواصل، إلى واحدة من الأفكار كانت تخص الحياد الصفري والكاربون إميشن وغيرها من الأفكار اللي تحاول تساعد المجتمع وتسرع من هاي العملية. سعداء بمشاركتنا مع الشركاء وزارة التنمية المستدامة وتمكين وستارت اب وطبعا شركة بنفيت في تقديم الدعم لهذا المشروع، مشروع تشجيع الطلبة في تقديم أفكار ويعني ومشاريع لها علاقة بالاستدامة. فمثل ما انتم شايفين في خمس فرق وصلوا للنهائي وانا اعتبرهم كلهم فايزين، قولوا ان في فريق واحد فاز، ولكن ان شاء الله يعني كل الافكار هذه راح تؤخذ في عين الاعتبار وراح تطبق مستقبلا مع المؤسسات. احنا اقترحنا برنامج يشبك ثلاث جهات، المستثمر، قطاع المزارعين، والقطاع الخاص، كله على بعضه عشان نقلل من انبعاث الكربون.